مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم لعدد جديد من برنامجكم برنامج فنكم. ضيفتي للنهار اليوم من أكثر الممثلات الجزائريات إقناعا، من عالم عرض الأزياء للمسرح ثم السينما والتلفزيون، قدرت تصنع من نفسها نجمة. نسرين سرغيني، مرحبا بك في فنكم. الله يسلمك، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون مالك. نقول الجمهور نتاعي عني نسلم عليه دابور. يعطيك الصحة، أنت اليوم شرفتي فنكم بحضورك، بزاف ناس طالبوا باش تكوني معنا، وفي المقدمة تاعي قلت عارضة الأزياء والممثلة، ما يزعجكش هذا اللقب عارضة الأزياء؟ أبدا، عارضة الأزياء فن ككل الفن، وأنا نحترم هذا الفن، وراني شو تحب نقول لك، أنا جامي إيتي جيني باغ سا. صح، أنا سخيت السؤال بالك لأنه اليوم في عالم التمثيل كاين حساسية للناس اللي جايين من عرض الأزياء، أنت الوحيدة اللي ما عندكش هذا الكومبلكس، تتعاملي معهم وبالعكس تدعميهم. بيان سور تاع صح، شوف أنا ديجا عالم الفن خطو، يعني ما بديت بعرض الأزياء، أوكي؟ لو ما عرض الأزياء ربما لو كان واحد ما كان شافني. صح. مالغري كو جافي دي جافي كومون ديراج، كنت نميل بزاف للسينما والتلفزيون، كنت نتمنى كي نشوف لا تلفزيون بيان سور، بالك كل واحد هكذايا كي تشوف لا تلفزيون تشوف لي زاكتور اي تو تقول تحلم، اللي نقول لهم حنا احلم يقظه، تحلم تقول وكان راني في بلاصه هذيك لاكتريس، ولا كان عندي حلم ما نكذبش عليك، مي جي جامي ديفوالي، جامي قلت اللي نحب الممثله، ولا كانت هذيك مكبوتات. بصح قلتي كنت نشوف ممثلات نقول يا ريت جيت، كنت نقول شكون هما، حبيت نعرف شكون هما الاسماء اللي رسخوا فيك هذه الموهبه. شوف نقول لك حاجه، كاين ملكه بلبي اللي كانت سبقتني في المشوار الفني نتاعها بيان سور، كاين امل حمر فوالا اللي نحبهم ونقدر الفن تاعهم ونقدر مشوارهم الفني. شكون نقول لك انا؟ وبالك سبحان الله شاء القدر انه وليتي ممثله وخدمتي معهم. وخدمت معهم. صح، وهذه المعادله جميله جدا. وانت يا قلت من عرض الازياء رحتي للمسرح ومن المسرح للسينما والتلفزيون، انت اليوم وين تعتبري روحك نجمه، في التلفزيون ولا في السينما ولا في المسرح؟ صح، نقول لك حاجه مالك، والله انا بعيده كل البعد عن النجوميه، مازال ما لحقت لهاش النجوميه. هذا تواضع منك؟ لا والله ماشي تواضع، لكن هذه حقيقه. انا مازال ما لحقتش، راني في بدايه مشواري، عندي 12 ans d'expérience سي تو ملي دخلت يعني لهذا المجال. كنت اولا كنت في عرض الازياء، ومن بعد دخلت يعني باغ كيفاش نقولوا صدفه، يعني مالغري كو كنت نحب هذا سيتي ما باسيون، مي دخلت صدفه لهذا الميدان. اجي مي شغل هذاك واش كنت نستنى، قلت لك كانوا مكبوتات، جامي قلت بلي راني حابه نولي ممثله، يعني رغم ان هذا الشيء كان فيا بداخلي، وكي جات الفرصه ما قلتش لا. وانت على كل حال عندك مشاركات في السينما وعندك مشاركات في المسرح، بالصحه شهرتك الكبيره خذيتها في عالم التلفزيون. احنا نروحوا نذكروا المشاهدين بعض المشاهد اللي عرفت المشاهد الجزائري بممثله جزائريه، واسمها نسرين سرغيني.